بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم نورني في قناتي ياسمين في اليوتيوب. الحقيقه النهارده عندنا فقرات كتير، فقرات كلها خاصه بمهرجان الجونه، اليوم السابع لمهرجان الجونه وختامها مسك. هنشوف مع بعض اطلالات اليوم السابع، كلها اثاره وفضايح واطلالات غريبه جدا، وطبعا زي ما عودونا في الايام اللي فاتت، لكن كل ما بنزود يوم في مهرجان الجونه بدل ما الناس تلتفت للانتقادات اللي بتتعرض لها، لا بتطلع بشكل اقبح. هنشوف مع بعض كل ده معانا النهارده في الفيديو، وكمان هنشوف الفنان محمد رمضان ومصالحه نجيب ساويرس ليه، وازاي اهان عمرو اديب. الحقيقه مهرجان الجونه كان وشه خير على محمد رمضان، صالح فيه كل اللي مخاصمه، بشرى صالحت محمد رمضان، ومحمد رمضان كمان صالح احمد الفيشاوي، وكمان نجيب ساويرس راضى محمد رمضان. هنشوف مع بعض كل التفاصيل دي، وهنشوف كمان حاسه الفنانه بشرى وايه اللي حصل فيها بالظبط. والاهم من ده كله هنشوف معانا الهام شاهين. الهام شاهين بتغلط في السوشيال ميديا، بتغلط في رواد السوشيال ميديا، وهانت الهام لينا كلنا كجمهور، وهنرد عليها. الحاجة الإيجابية الوحيدة اللي حصلت منع دخول حسن أبو الروس عرض الأفلام وخناقته مع دينا، وتفاصيل تانية مش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا مع بعض على طول نبدأ الفيديو. نجيب ساويرس قام حفلة خاصة لمحمد رمضان، الحفلة دي طبعا بعيدة عن السجادة الحمراء. ظهر في مقطع فيديو الفنان المصري محمد رمضان قبل ما يغادر الجونة وهيتجه لدبي. نجيب الحقيقه اقام حفله خاصه لمحمد رمضان، وقال في السهره دي: انا مش هقول كلام كبير قوي، يعني انا عايز اقول ان محمد رمضان نورنا في الجونه، واللي زعلان ان هو جالنا ما يجيش. والكل فهم ان الكلام ده موجه لعمرو اديب، لان عمرو خرج في برنامج الحكايه ووضح كواليس استقبال محمد رمضان في الجونه. وقبليه على طول كانت مطلعه سميح ساويرس ويسرى تاني على المسرح، فيسرى حتى قالت احنا مش عارفين احنا طالعين ليه. يبدو او هكذا علمت ان هو كانت مطلعاهم علشان يقدموا محمد رمضان وما قدمهوش. وللي مش فاهم الموضوع هنقول بسرعه: محمد رمضان تم استقباله واستقبال مهم في الجو. يسرى وسميح ساويرس طلعوا على المسرح وما رضيوش يقدموا محمد رمضان، والمذيعه طلعت قالت محمد رمضان في اخر الحفله وقدمته كده بشكل سريع. ده غير قطع النور عليه بعد ما خلص اغنيته جو البنات، لسه كان هيتكلم في المايك والنور قطع فورا. والكل فهم ده حصل ليه، وخرج لنا تامر امين في برنامج كلمه اخيره ووضح واكد ان محمد رمضان بعد ما نشر فيديو الرقص مع المضيفات في الطياره وهو طالع على الجونه حصل حاله استياء شديد جدا من الجمهور، علشان كده اداره المهرجان كانت محرجه جدا، مش عارفه تقدم محمد رمضان بالشكل اللي يليق بيه، وفي نفس الوقت مش عايزه تقلب الناس عليهم. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نجيب ساويرس صالح محمد رمضان. ولا انا مش هقول كتير قوي يعني، بس عايز اقول ان اولا هو نورنا في الجونه، ثانيا ان معدي جه بالصدفه، هو كان مسافر وانا ما كنتش جاي بس عشان يقول اي حاجه، ثالثا اللي زعلان انه جالنا مش هقدر اقول، زعلان انه جالنا ما يجيش. وزي ما انتوا شايفين صالحوا في حفله خاصه، لكن الاهانه كانت اهانه قدام الجمهور وفي مهرجان الجونه وعلى الريد كاربت. ايه رايكم؟ شاركوني برايكم في التعليقات. من ناحيه اخرى محمد رمضان صالح كمان بشرى زي ما شفنا كلنا، وعطت له باقه ورد على المسرح، وهو بعد كده رمى باقه الورد دي واحرج بشرى. مهرجان الجونه كان وشه خير على محمد رمضان وصالح كمان احمد الفيشاوي. بداية الخلاف لما أحمد الفيشاوي قدم لنا أغنية نمبر 2، ومحمد رمضان على الفور اعتبر إن الأغنية دي سخرية من أغنية نمبر 1، ومن هنا بدأ الخلاف، وخرجت زوجة الفيشاوي واتريقت في مرة من المرات على لبس محمد رمضان وعلى البدلة الفارهة اللي بيلبسها. وبدأ بقى من هنا التراشق بالألفاظ والبوستات اللي بتنزل على السوشيال ميديا، وزي ما أنتم عارفين طبعا رد فعل محمد رمضان، والخلاف زاد ما بينهم. أما في الجونة بقى حدث الصلح بعد عرض فيلم قمر 14 بطولة خالد النبوي وأحمد حاتم وشيرين رضا. رجعوا أبطال الفيلم وقعدوا في الفندق، الفندق اللي بيقطنوا بيه في الجونة، وفجأة دخل عليهم محمد رمضان، وعلى الفور خالد النبوي وأحمد داوود صالحوا محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وخدوا بعض بالحضن. كان موجود طبعا في القعدة هادي الباجور وزوجته ياسمين رئيس وأمينة خليل وإنجي كيوان وحسن أبو الروس، والكل أخذ صور مع بعض. هي دي الصور اللي انتوا شايفينها. اما الجديد اللي هيقدموه الفتره اللي جايه اغنيه او كليب هيسموها مستر زيرو. طبعا قالوا اذا كان في نمبر 1 ونمبر 2 فاكيد هيكون في زيرو. سبحان الله، احنا لسه ياما هنشوف. وزي ما انتم شايفين خالد النبوي واحمد الفيشاوي، بس ايه ده؟ هنقف لحد هنا، شايفين معايا اللي انا شايفاه؟ احمد الفيشاوي لابس حلق. طبعا انا قلت لكم لسه ياما هنشوف مهرجان الجونه. طبعا هو لابسه اكيد من قبل كده، وبقى ده ستايله الخاص، انا مش عارفه ليه. وجهوا كلمه لاحمد الفيشاوي.
لسه ياما هنشوف. تحول لمهرجان الراقصات، تحول لمهرجان في وصلات رأس كتير، تحول لمهرجان العاريات. شوفوا بقى معايا دلوقتي وصلت رأس سمية الخشاب. الحقيقة سمية الخشاب ما شاء الله عليها، كل ما بتخرج لنا طبعا في فيديو أو في مهرجان بترقص على طول، بترقص يا محمد رمضان. تابعوا معايا وصلت رأس محمد رمضان وسمية الخشاب. فعلا حد منكم يقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ سبحان الله. ولسه ياما هنشوف، يا ترى هتشوفوا ايه ان شاء الله؟ كان لينا عمر في الدوره السادسه، الدوره السادسه المهرجان الجونه. الحقيقه الكل بقى يتوقع ويكتب لي في التعليقات، هنشوف فيها ايه. هنشوف مع بعض دلوقتي الهام شاهين وهي بتغلط في رواد السوشيال ميديا وبتقول ان الناس دي ملهاش حيثيه، ومين دول رواد السوشيال ميديا علشان هي ترد علينا؟ الناس اللي بتنتقد على السوشيال ميديا تحب تقول لهم ايه؟ احب ان انا يعني اتجاهل مين السوشيال ميديا، من انتم يعني، هل حد ليه حيثيه يعني عشان اعرف؟ احنا رواد السوشيال ميديا، احنا الناس اللي صنعتك، احنا الناس اللي بنتفرج عليكي، احنا الناس اللي بتنتقدك لما تغلطي، احنا الناس اللي بنشد بيكي لما تقدمي حاجه كويسه. لما حبيتي الايام اللي فاتت ان انت تتبرعي باعضائك وكتبتي طبعا منشور بدوة واكتر من استضافه ليكي في البرامج واتكلمتي ان انت هتتبرعي باعضائك، عملنا لك فيديو مخصوص واشدنا بالتصرف ده، ولو ان في ناس كتير اختلفت معانا في الموضوع دوة. واحنا برضو لما انت بتغلطي وبتطلعي في مهرجان الجونه ولابسه لبس عريان بننتقدك، علشان عايزين طبعا مهرجان الجونه يظهر في شكل كويس، عايزين مظهر بلدنا يكون كويس قدام الناس. وطبعا كلكم شايفين وهي بتتكلم بقرف، وشايفين تعبيرات وشها عامله ازاي. رواد السوشيال ميديا منهم الطبيب والمهندس والدكتور، انا عن نفسي مهندسه، وغير كتير من رواد السوشيال ميديا بيحتلوا مناصب كويسه وبيكون لهم دور في بلدهم، دور مفيد بيقدموه لبلدنا. وأحب أقولك إن رواد السوشيال ميديا واللي قنواتهم ناجحة في الأخبار الفنية وفي الانتقاد الفني بيكون ليهم دور إيجابي في كل شيء. يعني سوري يعني بالبلد كده، أحب أقولك إن لينا بدل المهنة اتنين، وإن كتير من الفنانين اللي بتتكلمي عليهم دول حتى ما كملوش تعليمهم، لكن ربنا رزقهم بموهبة، موهبة المفروض إن هم يستغلوها صح ويتعاملوا مع الناس بشكل لطيف، زي الفنان الجميل أحمد السقا. وطبعا كلنا ما ننساش في مهرجان الجونة لما خرج على المسرح وقال إن والده قبل ما يموت الله يرحمه وصاب نصيحة مهمة جدا، وقال علشان تكون نجم وعلشان تفضل في العالي خلي كل الناس تطولك، النجم لازم الناس تطوله. والفنان احمد السقا قال انا بوجه النصيحه دي لكل زمايلي، لكن الواضح ان انت ما سمعتيش النصيحه دي اصلا. يعني اسمحوا لي بهديل ابويا الله يرحمه صلاح السقا اللي علمني ان السيره اطول من العمر، وفعلا السيره اطول من العمر. ابويا الله يرحمه قبل ما يتوفى بساعات قليله طلب انه يشوفني في المستشفى، قال لي جملة أنا هعتبرها يعني عفوا نصيحة بديها لأساتذتي وزمايلي وزميلاتي مش هبخل عليكم بيها. ندهلي وقال لي اقفل الباب وراك، غرفة 406 مستشفى الشروق الساعة 5 مساء، ما انساهاش طول عمري. قال لي أنت بيسموك نجم ليه؟ فأنا بيني وبين نفسي قلت دي حلاوة روح، أبويا بيهزي ودي تخريف. فابتديت أرد عليه بكلام مرسل، فقلت له يعني عشان النجم يا بابا فوق في السماء بيبرق وبيلمع وإحنا مشهورين. وقال لي خد كل حاجة من النجم إلا البعد، خلي الناس تمد إيدها لطولك ساعتها تبقى نجم. الجمهور ورواد السوشيال ميديا اللي مش عاجبينك، لو ما تفرجوش عليكي، لو ما أشادوش بأعمالك، ما حدش هيشوفك أصلا. وبعدين تقدر تقولنا إيه الأعمال اللي انت قدمتها لنا في الفترة الأخيرة؟ ده غير طبعا خرجت لنا إلهام شاهين وما عجبهاش فيلم ريش اللي تعرض وقالت كلام كتير جدا عليه. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف. مش التركيبة اللي بحبها والسينما أذواق، ما عرفتش أجد متعة في المشاهدة. يعني الممثلين ضعف، هو طبعا جايب ناس جديدة وأول مرة. أنا شفت التمثيل، هي دي بقى الأفلام اللي بتجد إلهام شاهين فيها متعة واللي هي قدمتها لنا. أنا أسفة طبعا على عرض المنظر ده، لكن بس أنا حبيت أرد عليها ووريها هي قدمت لنا إيه. اغلب الافلام اللي قدمتها لنا افلام كلها عري، ولسه ما زالت وما زالت مستمره. وبعد ما مضى قطار العمر بتظهر لنا الهام شاهين في الجونه وهي بترتدي فساتين عاريه، وطبعا مش هي بس، اما ده فيلم ريش بقى اللي هي انتقدته.
واللي مش عاجبها، وعلى العموم هي حرة، اللي يعجبها يعجبها واللي ما يعجبهاش ما يعجبهاش، لكن ما تغلطش في رواد السوشيال ميديا ولا تقول مين اللي ليهم حيثية دول، مين اللي رد عليهم، لا احنا اللي بتردي علينا. واللي دخل عندي حد من الممثلين امبارح او الفنانات الله اعلم مين، اذا كنت انت او غيرك، علشان بس ما نظلمهاش، دخلت عندي في القناة وبتقول لي يا ريت تبعدوا عننا، يعني سواء انت او غيرك بتتابعوا الفيديوهات وبتكتبوا كمان تعليقات وبتشوفوا رواد السوشيال ميديا بيقولوا ايه. بالعكس ده انتوا بتلبسوا عريان مخصوص في الجونه علشان الناس تطلع تتكلم عنكم، ومنهم طبعا رواد السوشيال ميديا اللي مش عاجبينك. على فكره كله فقر عشوائيات، واحده ساكنه في بيت يعني هو اوضه اربع حيطان ملهاش سقف وملهاش ارضيه، يعني في الطين، تنزل المطره جوه الاوضه، تنزل على السرير. لكن من اجمل الافلام فوزيه دي تفتح الشباك انا حسيده اقول لها يا بختك على الفيو الجميل، قدامها خضره وقدامها النيل، لكن الفيلم ده كل كادر فيه قبح. امال الكادر اللي شفناه من شويه وافلامك سوق المتعه وغيره، كل الكادر كان فيه ايه؟ يا ريت ترد علينا وتقولي لنا في الفيديو. ودي صوره العربيه طبعا بعد الحادثه، هنتنقل دلوقتي على فقره تانية. كلنا طبعا شفنا اروى جوده لما خرجت بالفستان العريان الاسود اللي كانت لابساه، وسوري في اللفظ كانت في خدها باينه. خرج بقى منتقدين اروى وقالوا اروى زهره بسلوليت في رجلها، على طول اروى ما سكتتش، طلعت وردت علينا وقالت انا متصالحه جدا مع نفسي، بس انا اعرف في حكمه بتقول يا اروى اذا بوليتم فاستتروا، يعني لما يكون الانسان في عيب ما يحاولش ان هو يظهره، ده غير ان ده حرام اصلا، يعني اللبس المحتشم كويس وخير الامور الوسط. هنسمع اروى جوده ونوجه لها كلمه. سلوليت، لا هقولك حاجة، أنا زي أي بني آدم تاني، ما لا ما عنديش الثقة الزايدة في نفسي دي، مش بشوف نفسي أحلى واحدة، عارفة عيوبي ومتصالحة معاها، عارفة إن أنا مفروض ألعب رياضة بس مش بلعب رياضة، نتيجتها إن أنا جسمي فيه سلوليت، أنا تمام مع الموضوع، هم اللي مش تمام. كانت المشكلة بالنسبة لي إن هم استعملوا طبعا صورتي من غير ما يستأذنوني في التيك توك والإنستغرام، طول الوقت كل حاجة بتبقى عامل فلتر. مؤخرا بقيت بطلب حتى من المصورين لما يبعتوا لي اي صور اقول لهم بعد اذنكم مش عايزه اي فوتوشوب فيها. انا مش عايزه اتعود على فكره ان عيني المفروض تبقى كبيره قوي، مناخيري المفروض تبقى صغيره، بقي المفروض يبقى عامل كده، جسمي المفروض، لا ده مش طبيعي. سبحان الله، الطبيعي بقى ان انتوا تظهروا لنا من غير هدوم، تظهروا في مهرجان بيشكل منظر بلدنا قدام الناس، قدام العالم الخارجي وقدام نفسنا، تظهروا لنا بالمناظر اللي انتوا ظهرتوا بيها، ما شاء الله عليكم بصراحه. قطت العب هات النبي احسن يكتم نفس وظهر الحق، اكتفي بهذا القدر نكمل بعدين. ايوه فعلا نكمل بعدين، هنتنين مع بعض دلوقتي على فقره تانية. حسن ابو الروس ودينا الشربين اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات، وقلنا ان في اشاعات او اخبار بتنتشر حول وجود علاقه ما بين دينا الشربين وما بين حسن ابو الروس، والحقيقه ان زوجة حسن ابو الروس فعلا الغت متابعه دينا الشربيني، وحصل خناقه ما بين حسن وما بين دينا الشربيني في رابع يوم للمهرجان، وده بسبب ظهور حسن ابو الروس اكتر من مره مع دينا، وتسبب لها طبعا ان الناس بتتكلم عليها وان في علاقه سريه او في زواج سري ما بين دينا الشربيني وما بين حسن ابو الروس. بالفعل دينا اتخانقت مع حسن ابو الروس، وكان رد فعل زوجة حسن ابو الروس ان هي الغت متابعه دينا، ودينا كمان الغت متابعه زوجة حسن ابو الروس. والجديد هنا والشيء الايجابي جدا من اداره المهرجان ان هي منعت حسن ابو الروس ان هو يحضر عرض الافلام. وامبارح بالذات اتنبه على المنظمين دخول عرض الافلام بمنع دخول حسن ابو الروس الى الريد كاربت ومنع دخوله من عروض الافلام، وبالفعل فضل واقف بره حوالي نص ساعه ويمكن اكتر، وفي الاخر اضطر ان هو يغادر المكان. شغل مع دينا الشربيني دي لو عدت بس بضهرها كده في اي فيديو يطلع ترند، وانا فخور ومنصه هذه بشكر فنانه دينا الشربيني. قلنا بقى على اللوك اللي بينتقدك على السوشيال ميديا حسن انت... ايه؟ ما شفتش حد تقاطع يعني في اي وقت استرجل. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي اطلالات اليوم السابع للمهرجان، وهنشوف الفنانات وطبعا كلهم لابسين عريان، اللي مش فاتح من فوق فاتح من تحت او فاتح من الظهر، الحقيقه الكورنيش مفتوح رايح جاي، طبعا هم قاصدين كده وعارفين ان في هوا في المهرجان. تعالوا نشوف مع بعض الفنانه دي بقى بتعمل ايه وتقال لها ايه.
اطلالات غريبه جدا في المهرجان. الفنانه نهدي السباعي ظهرت مع والدتها على السجاده الحمراء وهي لابسه كروكس، ودي كانت غريبه من نوعها، لابسه شبشب في رجليها. سبحان الله، ولسه ياما هنشوف. الكل بيعمل حاجات غريبه، بيرتدي اشياء غريبه علشان يفضل ظاهر وعلشان يركب الترند، بيروح علشان يتصور مش علشان حضور الافلام. التصوير هو اهم حاجه بالنسبه لهم. اتجهت على مهرجان الجونة، وهنشوف مع بعض دلوقتي الراقصة بدرة، وظهرت في مهرجان الجونة على اليوم السابع. وهتظهر معانا هنا هدى المفتي، وديكوا شايفين طبعا لابسه ايه، جاكيت وعليه جيبه قصيره جدا، هي مش جيبه اصلا. هدى هدى هتظهر معانا بالفيديو، وظهرت في اليوم السابع الفنانة عبير صبري، هي جت متأخرة مهرجان الجونة. هتشوفوا الهام شاهين بلوك جديد حلو جدا. اللوك ده يا الي انت اللي اخترتيه يا فوزي، انت اللي قلتي لي على تسريحه الشعر دي حلوه قوي. عمر يا الي وانطلقي، هايل يا محمود، انطلقي الى الريد كاربت يا الي. وهتنطلق الهام شاهين الى الريد كاربت، والنهارده هي غيرت الستايل بتاعها في شعرها. بصراحه انا اللي طلبت منها انها تكون جريئه وتغير شعرها. وبالفقرة دي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وزي ما بيقولوا في الأمثال، أول القصيدة كفر واختمها برضو كان مسك. عايزاكم تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. أتمنى أن الحلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم. معلش أطلت عليكم الحلقة، لكن كان في تفاصيل كتير لازم نتكلم فيها. ما ننساش نضغط لايك للفيديو.